ممكن تطفي السيجارة؟ ايه؟ دي محطة بنزين ممنوع. ايوه بس لسه مولعها. طب بقول لك ايه؟ لف لفة كده عقبال ما اخلصها. العربية ما فيهاش ولا نقطة بنزين. طب خلاص انت مزعل ليه؟ كفاية كفاية، وصلت للفلتر. كنت شميت ريحته كذاب يا ساتي. احط كام؟ حط 10-80 وعينك على العداد وخليه يتوصل. التمانين بيخلي العربية تكركر. تكركر ده ايه؟ وانا راكب جوزة. حطه وانت ساكن. يا ساتر على الطمع. يا نهارك اسود ومنيل. افتح يا ملك. بقولك افتحي. ده انا هفتح دماغك واكسر رقبتك على الوديعه اللي كسرتيها دي. مش هفتح مش هفتح كده. انت فاهمه يعني ان انت كده بتلوي دراعي يا ملك؟ وهفضل حبسه نفسي كده لحد ما اموت من الجوع. انا عايز اموت كده. طيب يا ملك، طيب يا بنتي. الوديعة معادها شهر 5. تكسري الوديعة من معادها من يومين ليه؟ ليه يا مفترية؟ ربع مليون جنيه بتديهم فين؟ رد عليا. البورصة زي ما تجيب في البورصة. بورصة؟ يا دي البورصة ولا يا اختي مش هخلص من البورصة دي. العمر ما بتدفي منها عجيب. ها؟ البورصة دلوقتي أسعارها دم ودلوقتي الشرع، وبعدين دي فلوسي ورثة أمي. أمي كانت شحاتة. أمك ما عرفتهاش حاجة يا أخي. أنا اللي كنت مدي الفلوس لأمك قبل ما تموت. ويا رب أكون أنا كمان عشان تخلص مني. يا رب يا أختي. يا رب تموتي وروحي في 60 داهية. يا رب يا رب ريحني منها. يا رب ريحني منها بقى يا رب. دي الجرايد اللي مضيع فلوسنا عليها. سمعتك على فكرة. ده شغل شغل يا جهلة. طب ما روحتش؟ لا. في ايه؟ في ايه يا مان؟ في ايه يا بنت مالك؟ لا لا يا كريمة. كريمة بقى. بس يا كريمة. الله في ايه؟ الفن اللي انا حملته الرهيبه دي. دي مش رهيبه، دي جل. دي حلوه قوي. شكرا. انت هتكلم بابا امتى؟ ليه وعايز فنلات؟ لا لا. طب بص اديله رنة وهو هيتصل بيك. رنة. عارف انا موضوع رنة ده. بقولك ايه يا كريمه؟ نعم. انت ما بتزهقيش؟ هو انت شايفني وحشه؟ هو انا بس اللي شايف كده؟ طبعا. ما انت بس تقعد ترقصات. دلوقتي انا اللي طلعت وحشه. احترمي نفسك. الشغل بتاع الرقاصه والحانوتي على الكمبيوتر هنا. انقليه على ديسك وبعتيه المطبعه وقول لهم ان احنا مستعجلين عليه. فاهمه ولا مش فاهمه؟ حاضر. اوعي. ماشي يا رشدي. اشوف انا ولا الرقاصه؟ دلوقتي فضحتنا بقت بجلاجل في البلد كلها. يا ادهم بيه، حضرتك ليك منافسين كتير، اكيد حد فيهم عرف موضوع انخفاض المبيعات راح مسربه. ما هو ده اللي مجنني. الغسالات ما بتتباعش ليه؟ الناس بطلت تنضف. يا ادهم بيه، انخفاض المبيعات في حاله وجود منافس جديد وبسعر ارخص شيء طبيعي جدا. عشان كده انا عندي اقتراح، احنا نصرف اكتر في الدعايه. نصرف؟ ده بيقول لي نصرف يا نط. يا استاذ أنا بدفع لشركتك 150,000 جنيه في السنة. في السنة 150,000 جنيه، وجاي دلوقتي تقول لي أصرف تاني. يا آدم بيه، ده المنافس بيدفع فوق المليون. مليون؟ ماشي يا لطفي. الغاب ماشي يا لطفي. يلا يلا. ماشي يا لطفي. يلا مع ألف سلامة. ألف ليه؟ ليه التبذير بتاعك ده ألف؟ يلا في داهية. يلا يلا. يلا بقى خليك خرقان في خسارتك. هسيب على الشاي بتاعك قبل ما تمشي. وانتوا كمان كل واحد فيكم يحاسب على الشيء بتاعه قبل ما يمشي.
مالك مبلم لي كده ليه؟ يا نهار ابوك اسود. ايوه ايوه. عم حامد مالك في ايه؟ انت عيان ولا ايه؟ انا رشدي مش فاكرني ولا ايه يا عم حامد؟ عم حامد مالك؟ بقى انا الموت علي حق. موتوه. هو ايه اللي حصل؟ بقى يا سيدي كهرباء اخر الاحزان. حزنوه. لا لا لا. ايوه حصل. انا المعلم اجاني على سن وقمح خلتني ركزة مصر الاولى. ها حصل ده؟ انا ما كنت تحط هنا متين ايه وسواريه. هو انت بقى بتاع الموت علينا حق؟ شوف شغلك دينا. اشوفك في الاخر بقى. اخرابك فين؟ مفيش في وشك مكان. يا عم اضرب وانت هتركن. شمالي انا بس للدرجه دي الرقاصه والحنوتي شبه بعض قوي كده عشان تتلخبط ما بينهم؟ بس لا يا اخي انا بجد وحي مش عارف المصيبه دي حصلت ازاي. معلش معلش تلاقي بس السهر والاراق خلاك اتلخبطت وبدلت السرعه. المهم فين الشغل يا عم انت؟ قدامك يا عم على الكمبيوتر. حلو قوي تسلم دماغك. اي خدمه يا عم. ودول يا سيدي 200 جنيه. بقول لك ايه يا سموحه؟ ما تشوف لي عميل من العملاء الكبار بتوعك يظبطنا في اي مبلغ كده في شغل حلو ولا حاجه لحسن حالة مقشفرة بدل التنقيط ده. يا ابني مفيش احلى من الشغل اللي بجيبه لك ده. الشغل مع الناس الكبار ده وجع دماغ. يا سيدي اهو اجرب. انت حر. هديك عنوان زبون اسمه ادهم الشاذلي. زبون 100 100. ليه قصه كده هحكيها لك بعدين. بس اوعى تقول انك من طرفي. عيب يا عم. هو انا عيل اقول انك من طرفي؟ ربنا يكرمك يا سموحه يا اصيل يا رجوله. بقى. ايه بقى اللي انت بتعمله ده؟ يا اخي مش عارف التلفزيون ده كان بيجيب القناه الاولى. حاولت اجيب له الثانيه مش عايز. الزر ضيق شويه. لا بنرمي الزباله ده. زباله؟ طب بيجيب الجزيره ده. جزيره؟ اه جزيره ايه؟ جزيره الذهب اللي قدام الناحيه الثانيه. خلص البنت خليها تتنقل تزف. حاضر يا ستي. هي بتتجوز ولا بتولد؟ ايه في ايه يا جمعه؟ ايه القلق ده؟ ايه الزحمه دي؟ ده فرح ولا ايه؟ عروسه دي؟ اه يا اخويا عروسه. امال جاموسه؟ طب بالراحه شويه يا ستي. الف مبروك على الجاموسه. يلا يا جمعه خلصت. خلاص خلاص شطبنا. اتفضلي يلا يا بنت. طب انا بس يا سيدي مش عارف اجمع قرشين انكس بيهم البيت اللي هيقع على دماغي ده. يا عم ولا تضايق نفسك. انت مش قلت لي ان انت لسه واخد 200 جنيه من سامح الزفت ده؟ اه اديهم لي. اديهم لي. اديهم لي. اديهم لي ليه؟ هات بس انا هخلص لك موضوع البيت ده. بيت ايه اللي هتنكسه ب 200 جنيه؟ اسمع كلام صاحبك مره واحده. اسبق ان انت على البيت وانا هجيب الناس واجيلك. انت متاكد ان الناس دول كويسين؟ دول 200 جنيه. ما تقلقش يا عم مفيش حد هينكس لك البيت غيري. يا غبي حبيبي. ايوه ايه رايك بقى؟ هنقضي الليله زي الفل. خش إيه خش. ايه ده؟ انا قلت لك عايز انكس البيت مش انكسه. ايه ده يا عم عادل؟ مفيش فرق ما بين انكسه وانكسه. هو انا مهندس؟ وبعدين انا قلت انكسه لك ب 200 جنيه بس. دي خدت 100 ودي خدت 100. طب والقزعه دي تاخد 100 ليه؟ الاطوال ما تفرقش في الحاجات دي. دي من شارع الهرم ودي من اول فيصل. اتفرج بص شايف النسوان عامله ازاي. انت جايب لي ازازه وكوبايه وتقول لي عليهم نسوان؟ لو مالكش في الطول خليك مع القصيرين. انت تخرسي خالص. اسكتي. امشي امشي امشي. انزلي تحت وقفي تحت السلم. امشي جمعه لو سمحت. ماشي الناس دي حالا حالا. يلا اوفسايت النهارده. راح فين انت؟ امشي وقف هناك. امشي مالكش في طيب نصيب. عارف يا اخويا. امشي. مبسوط؟ مبسوط يا زفت؟ طيرت ال 200 جنيه اللي انا لسه واخدهم من سامح؟ سامح ده بيسرق افكارك بملاليم.
والسامع ده اللي انت روحت اديت له فكره مشروع التخرج وخد امتياز زيه زيك، بس اشوف دلوقتي هو بقى فين وانت فين. عايز نعمل ايه يعني؟ انا عايزك تبقى طيب يا رشدي زي ما انت، بس ما تبقاش اهبل. دي ارزاق يا جمعه. وبعدين خلاص يا عم، هو ردها لي ودلني على زبون عنده شغل كتير جدا وايده فرطه. هعدي. اه طب لو عديته بعدي عليا بقى. ماشي ان شاء الله. بقول لك ايه، انا عايزك تقول لي على محل من المحلات اللي انت بتجيب منهم لوتو الشيك بتاعتك دي. عليك وعلى ابو نسمه تحت الكوبري بولا ابو العيله. لا لا، انا عايز حاجه في الرخيص يعني، لو في حاجه فوق الكوبري شغال. ايه ده، 200 جنيه هيرجعوا. انا كلمت وخدت ميعاد مع ادهم بيه. مين حضرتك؟ انا مدي لحضرتك الكارت بتاعي، مش نقطه تقريها. طب معلش انا اسفه قوي، حضرتك روح عند الانسه غاده. حصل خير، حصل خير. صباح الخير. ايه، مفيش منديل لو سمحتي، بس امسح النضاره اصلها مستورده مش من هنا. شكرا. انت ازاي تقفل حسابي في البنك من غير ما تقول لي؟ ومن هنا ورايح مفيش فلوس غير اللي انا حديها لك، وما تعطلنيش انا مش فاضي. يا بابا، شركه الاتصالات هتطرح اسهم اكتتاب جديد، عارف يعني ايه اكتتاب؟ عارف يعني اكتئاب هيجيني عشان هتعوزي فلوس كتير. انا فعلا محتاجه فلوس كتير عشان اعمل خساره. بس يلا يا زفت انت كمان. ايوه انا كنت بغسل المواعين. هم 100 جنيه مفيش غيرهم. ومفيش عربيه بعد كده. هات يا بنتي، مفيش العربيه. ايه يا بابا، دي امي كانت جايبها لي. امي كانت بتسرق مني فلوس بعد ما نام. انا امي كانت جايبها لي. امي يا نهاري اسود ومنيل. سجاير يحصلي السجاير دي كمان. مش بتاعتي، دي بتاعت سالي، كانت هنا امبارح ونسيتها وانا شلتها عشان اديها لها. سالي، انت فاهم ان انا مش هعرف؟ هعرف، هعرف كل حاجه، ومفيش ولا مليم بعد كده. هات المفاتيح. يلا انت ايه اللي خلاك تدور انت كمان؟ هلا اسيب شرب بنزين وخلاص. انا ركبت. يلا يلا غوري من هنا. لندن، استراليا، وطوكيو، ونيويورك. ليه مش حاطين توقيت الشربيه يعني؟ ده الشربيه دي فيها شغل كده، بس اللي يلاحق. يلا. جرحت الشنطه. ابعتي لي سالي بسرعه يا غاده. حاضر يا فندم. مين ده يا غاده؟ ده ادهم بيه. طب يبقى سلمي لي عليه بقى. السلام عليكم. رايح فين؟ ها؟ قلت اقف شويه. في ايه يا انكل؟ هو انا سرقت حاجه ولا ايه؟ شش، ولا كلمه. تعالي قولي ها. ها ها. دي ضربه فسيخه الصبح. ايه ده؟ على مو انا ظلمتك. ما هو صاحبتك بتشرب سجاير وملزقها فيكي. الاستاذ ده عايز حضرتك. عاوز ايه ده الاخر؟ رشدي اباظه؟ وده عاوز ايه؟ جاي يدور على سامي جمال هنا؟ انا مش فاضي. بس بيقول انا عايزك في شغل. خليه يدخل وانت لم حاجتك بسرعه. يلا اتفضل. انا؟ ايوه انت. اتفضل. دوري جيت. سيبي انا داخل. يا رب يا ساتر. بره! انت بره! ده انت مجنون! قال كل نفسك قبل ما حد ياكل. مجنون انت، اطلع بره! انت كده بتخسرني يا سيدي. ده انت خسرتك مكسب. بره! بره! اسمع بس، انا عايز اقول لك ايه؟ تاني! هو كان في اولاني. انت بره! طب ماشي، حاضر حاضر. بص، خد الكارت بتاعي معاك، خليه معاك. احتياط احتياط. حاضر يا سيدي. رشدي اباظة، زكي روسو، اتفضل بره. هاتولي بتوع الامن. انا مش حرامي عشان تطلب لي الامن. تطلب لي الامن ليه؟ انا عندي شركه زي زيك بالظبط. زي انا يا حقير يا واطي. طب وليه قلت قلت ايه؟ قلت ايه يا انت؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ اصبر، مش لاقي غير قله الادب. قلت 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 سادة ملهاش. شفت حاجه تحير؟ ليه بقى قله الادب دي؟ خدوه بره. لا خدوه بره. انا يا اما وريتك والصغير يصير ويكبر يا ادهم، يعني هو مفيش خيرك في السوق. ماشي، انا هربيه. انا اتقطع الكارت بتاعي يا ادهم. اتفرجوا، شوفوا شغلكم. يلا، وانت عاوزه ايه؟ عاوزه ايه؟ على مكتبك. اتفضلي اتفضلي. ها غريبه، قلت
قلت لك سامح ده هيضيعك، قلت لي هعدي هعدي، اديك ضيعت فلوسك واشتريت بدله قلاجه وجزمه قيمه وشطه ما حصلتش عشان تروح تتدرب بيهم. امال يعني كنت عايزني اتدرب كاجوال؟ ايوه بس انت اتضربت جامد قوي، دي البدله اتهربدت. بس ورحمه ابويا وامي ما هسكت. هتعمل ايه يا مجنون؟ هشتري بدله غيرها. طب بقول لك ايه، خد اطلع عندي فوق وشوف لك هدمه كده حلوه البسها عشان النهارده هسهرك سهره جديده عليك. انت بتعمل ايه؟ ها؟ عايز اشوف قفايا متصرح ولا لا؟ ايه ده؟ حبيبي يا اخي.